مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نبض الكنيسة. في البداية بعتذر لحضراتكم عن تأخير إذاعة البرنامج النهاردة، نظرا لنحن نقلنا حفل ذكرى الأولى لنياحة مثلث الرحمن قداس البابا شنودة اللي نظمها في القدرائية في مسرح القدرائية في الأمبرويز سكوفية الشباب، فبعتذر لحضراتكم مرة تانية على التأخير. ولكن موضوعنا النهاردة يستحق إن احنا نتابعه، يستحق إن احنا نسهر شوية، لأن هنسمع كلام من حد هيقنعنا جدا بوجهة نظره. هنتكلم النهاردة في الحقيقة في أكتر من موضوع. هنتكلم عن قداسة البابا شنودة الثالث، هنتكلم عن سيمينار الآباء الأساقفة اللي كان في الدير من يوم 11 ليوم 14 مارس، هنتكلم عن موضوع بيشغل أغلبية شباب هذا جيل ويمكن أغلبية عائلات هذا جيل، وهو موضوع الهجرة إلى الخارج. وهنختتم موضوعاتنا بموضوع المشورة والإرشاد الكنسي. ضيفنا في حلقة النهاردة هيقدر يجاوبنا على كل الموضوعات ديت. ضيفنا حاصل على دكتوراه في علم المشورة، هو نيافة الأنبا يوسف أسقف جنوبي أمريكا. مساء الخير يا سيدنا. مساء النور، أهلا بك. أهلا بنيافتك. ونيافة الأنبا يوسف، نيافتك ملقب من قبل قداسة البابا شنودة بالأسقف الطائر. هذا صحيح. فإذا في ذكريات مع قداسة البابا شنودة، في البداية نحب نعرف. هو الحقيقة أنا بعتبر إن إحنا السنة دي بنحتفل بالعيد، العيد الأول لنياحة أبينا المحبوب قداسة البابا شنودة الثالث. وأنا بقصد إن أنا أسميه عيد لأن فعلا زي ما الكتاب بيقول لنا انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. وعلى قد ما كانت الأيام السنة اللي فاتت زي اليومين دولت أيام حزن ومرارة لينا كلنا اللي حبينا البابا شنودة وتمتعنا بقبوته لينا كبطريرك للكنيسة أكتر من 40 سنة، لكن فعلا ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد. وفعلا القديسين نياحتهم عيد، يعني احنا لما نيجي نقول احنا عيد العذراء يبقى عيد نياحة العذراء، لما نقول عيد ماري جرجس يبقى عيد استشهاد ماري جرجس. فعلى قد ما بتبقى يوم الانتقال يوم مؤلم ومحزن، لكن فعلا لما بنلاقي ان هؤلاء لم يفارقونا لكن احنا بنرتبط معهم على ارتباط اخر على مستوى روحي، بنحس بصلواتهم وبنحس بمؤازرتهم لينا، وقد ايه بيبقى الواحد فرحان ان لينا شفيع في السماء كلمناه وعرفنا باسامينا وهيقف قصاد ربنا ويصلي عننا ويصلي عن الكنيسه. علشان كده اقدر اقول ان احنا فعلا النهارده بنحتفل بعيد نياحه البابا شنودة الثالث شفيعنا وحبيبنا اللي مش ممكن ابدا ننساه وهيفضل في قلبنا الى ان نلقاه في الابديه باذن الله ان شاء الله يا سيدنا. ولكن نيافه الانبا يوسف ليه ذكريات خاصه مع قداسه البابا، يمكن احنا قلنا لقب بالاسقف الطائر من مثلث الرحمن قداسه البابا شنودة، فعايزين نعرف لماذا هذا اللقب. هو الحقيقه اللقب ده لان انا الايبارشيه عندي بتغطي 11 ولايه من فلوريدا في أقصى الشرق لغاية أريزونا في الغرب على الحدود مع كاليفورنيا، وبيبقى عندي 4 تايم زون، يعني فلوريدا إيسترن تايم زون، تكساس سنترال، نيو مكسيكو ألباكيركي بيبقى ماونتين، وأريزونا في الشتاء عشان هم مش بيقدموا الساعة بيبقوا باسيفيك. فبقى عندي 4 تايم زون، فعندي بيبقى يعني 3 ساعات فرق. وطبعا عشان اتنقل ما بين الكنائس بتنقل بطيارة، صعب ان احد يتنقل بالعربية في المساحات الشاسعة دي. فسيدنا كان سيدنا البابا دايما يقول علي الأسقف الطائر، لان انا يعني فعلا انا كل اسبوع باخد حوالي 4 طيارات على الاقل يعني كل اسبوع، فعشان اتنقل في الخدمة يعني ما بين الكنائس في الإبرشية كلها. طيب البابا شنودة والقرازة والخدمة في المهجر،
نيافتك تلخصه لنا في ايه؟ البابا شنودة نقل نور الكنيسة القبطية بعد ما كان موجود في القاهرة أو في مصر وبعض البلاد في أفريقيا زي مثلا أثيوبيا والسودان وبعض البلاد في أفريقيا، نقل النور بتاع الكنيسة القبطية ده للعالم كله، لقارات العالم الستة. فالنور ابتدى يشع في العالم كله. وما اقدرش اقول ان ده بسبب الهجرة، لان من غير ما اذكر اسماء كنائس اخرى، في كنائس ولادها هجرت، ولكن الكنائس ما ساعدش ورا ولادها وما دورتش عليهم. لكن البابا شنودة دور على كل بلد فيها ولاده وابتدى يبعت كهنة ويأسس لهم كنائس ويأسس لهم إبرشيات. مش عايز أقول بس دور على البلاد اللي فيها ولاده، إنما حتى البلاد اللي ما فيهاش أقباط ابتدى يأسس فيها خدمة وكرازة، زي مثلا أفريقيا. أفريقيا سواء في كينيا ولا في ساوث أفريكا، كل المناطق دي عدد الأقباط قليل جدا جدا، ولكن البابا اهتم إن يأسس كرازة هناك. زي مثلا أمريكا الجنوبية، البرازيل وبوليفيا. بوليفيا يكاد لا يكون فيها أحد قبطي خالص، يعني كل الكنيسة من الشعب البوليفي. البرازيل برضو الأقباط قليلين قوي، لكن سيدنا البابا مش بس بعت رهبان يخدموها، إنما أسس إبرشيات في البرازيل وبوليفيا. ففعلا البابا نقدر نسميه راعي المهجر، من ضمن ألقاب البطريرك قاضي المسكونة. وهو فعلا بامتداد الكنيسة لكل العالم والست قارات العالم صار بالحقيقة قاضي للمسكونة. وهنا حقق الوصية بتاعت أبائنا الرسل اللي هي موجودة في قوانين الرسل في الدسقلية، إن الأسقف يهتم بكل نفس ليخلصها. البابا ما سمعش على مجموعة في بلد من البلاد إلا ما كان يبعت لها خدمة وأسس لهم كنيسة إلى آخره. يمكن استكمالا لكلام نيافتك، بنلاقي إن في جنوب أفريقيا في أديرة النهاردة وفي بعض الأماكن تانية في العالم اللي ما كانش فيها أقباط خالص وقامت كلها على كرازة لغير الأرثوذكس، ودخلوا العقيدة الأرثوذكسية بقالهم أديرة وبقالهم خدمة كبيرة جدا في بعض البلاد زي بوليفيا نيافتك ذكرتها. بمناسبة الأديرة مثلا، احنا قريت كده اعلان في الجرايد عندنا ان في دير كاثوليك للبيع. وقتها يعني ترددت نشتري الدير ولا ما نشتروش، وخصوصا ان الدير ده ما ينفعش لحاجه تانية غير انه يبقى دير، يعني ما ينفعش اعمله بتخيله، ما ينفعش اعمله لاي انشطه كنسيه اخرى. وكان طبعا عندنا ديرنا العامر في كاليفورنيا، دير القديس الانبا انطونيوس. فقلت يعني هو سيدنا البابا هيوافق على وجود دير تاني؟ فقلت انزل وقابل سيدنا البابا علشان اشوف سيدنا هيشجع فكرة الدير دي ولا لا، لان لو مش هشجع فكرة الدير خلاص انا مش هشتري المكان، لان مش هينفع في اي حاجة تاني للخدمة. فاكر نزلت 48 ساعة قبل قداسة البابا واخدت له صور للدير وكده. سيدنا البابا فرح جدا وقال وماله هتحتاجه يعني لدير تاني ودير تالت، ووافق على تأسيس الدير. في الكرازة في الصفحة الأولى حط يعني إعلان وصور على شراء دير قبطي لنا في جنوبي الولايات المتحدة. وفعلا كلام سيدنا البابا، يعني دير كاليفورنيا باسم الصليب بيجيله إخوة وعدد الرهبان فيه بيزيد وبينمو، وديرنا برضو عندنا باسم الصليب إخوة ورهبان والعدد بينمو، والاحتياج ده والاحتياج ده موجودين. وسمعت قريب ان في نواة لدير تالت برضو، وربنا يزود ويبارك. فيعني الكنيسة اتنقلت مش مجرد بس كنيسة، ده كنيسة وبيوت خلوة وأديورة وأديورة بنات وإكليريكيات ومعاهد في الخارج. طبعا كل ده لان سيدنا البابا كان دايما بيشجعنا، وكان دايما اي فكره نقولها له ده ما كانش هو بقى صاحب الفكره. يعني مثلا المدارس،
لما سيدنا البابا جه زارنا في ناشفيل قال الشعب الكبير ده لا لابد يكون عندكم مدرسة هنا. فعلا أخذنا النصيحة بتاعت سيدنا البابا بجدية، كلمت مع أبونا هناك قلت له احنا محتاجين مدرسة في ناشفيل، وبنعمة ربنا أسسنا مدرسة هناك، مدرسة يعني ناجحة وبتنمو وعندنا عدد طلبة فيها حلو ويعني كل سنة بتنمو عن السنين اللي قبلها يعني. فيعني في حتى يعني أفكار سيدنا البابا هو اللي جه وشجعنا فيها، وأنا حسيت إن مجرد قال لنا لا تعملوا مدرسة هنا حسيت إن الكلمة دي فيها بركة، وفعلا ببركة سيدنا البابا قدرنا نأسس مدرسة، ودي مدرسة حلوة في مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي. هل سيدنا الخدمة في أمريكا أو في المهجر بصفة عامة بتعتمد على المصريين المهاجرين؟ يعني في أمريكا في المنطقة بتاعت نيافتك هل الكنيسة والأديورة من المصريين المهاجرين ولا في أمريكان أو في جنسيات أخرى دخلوا المسيحية جديد؟ يعني الحقيقة أقولها لك إن غالبية شعبنا من المصريين. دخول الأمريكان عندنا بيبقى غالباً عن طريق الزواج، مع وجود بعض حالات قليلة، وأنا يعني بقول قليلة، إنها دخلت فقط من أجل الكنيسة من أجل الكنيسة. وإحنا عندنا في دير أنبا موسى أب راهب، هو كان يعني أمريكاني، خلص تعليمه كصيدلي واشتغل شوية وبعدين دخل الدير عشان يترهب، ده أمريكاني دخل من أجل الكنيسة. لكن الغالبية طبعا مصريين، بس احنا عندنا بقى كذا يعني التنويعة دلوقتي ابتدت تختلف. عندنا المصريين المهاجرين بقى لهم فترة، عندنا ولادهم النهاردة ممكن يكونوا كبروا واتجوزوا وعندهم ولاد وأولادهم قربوا يتجوزوا، لأن مثلا الناس اللي تهاجرت من أواخر الستينات، فعندنا ناس جيل التالت بدأ يظهر فدولت مجموعة تانية. فممكن نقول مثلا اللي بيتكلموا انجليزي، مش كان زمان كان انجليزي 16-17 سنة ده معناه يعني، لكن لا النهاردة ممكن يكون في ناس 40-45 سنة وكده وما تكلمش عربي ويعني ابطي مصري وزوره مصرية ولكن هو يعتبر امريكاني في الثلاثينات والاربعينات. وفي مجموعة ثالثة، مجموعة بقى اللي هم المهاجرين حديثا، دي اكبر مجموعة دلوقتي طبعا في اخر كم سنة ناس كتيرة جت. وفي بقى مجموعة رابعة اللي هم بيدخلوا الأمريكان بقى اللي بيدخلوا الكنيسة، يا إما عن طريق يعني الزواج يا إما يعني حب في الكنيسة. فإحنا بعتبر إن إحنا بنتعامل مع أربع مجموعات متنوعة، وده طبعا بيحط تحدي أكتر للخدمة. في كنائس ابتدى يدخل لها أمريكان أكتر، لأن في آباء كهنة ابتدوا يتفرغوا في العمل ده، لكن يعني أغلب الكنائس الآباء الكهنة فيها يعني overwhelmed بالأقباط المصريين، فالوقت إن هم يخرجوا يعملوا يعني يكرزوا بين غير المصريين بيبقى ضعيف قوي. وتظل الآية اللي قالها ربنا يسوع المسيح حقيقة واقعة من جيل إلى جيل، وهي أن الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، بالرغم زي ما ربنا قال انظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، يعني في حصاد كتير، في ناس كتيرة قلبها مستعد، لكن ربنا يبعت فعلة ويبعت ناس مكرسين علشان ينزلوا ويخرجوا ويحصدوا هذه الحقول التي قد ابيضت للحصاد. ربنا يبارك في خدمتكم يا سيدنا ويبعت فعلة. أمين يا رب. أمين. نتنقل معا نيافتك لموضوع آخر، وهو سيمينار الأباء الأساقفة اللي عقد في دير الأنبا بشوي في الفترة من 11-14 مارس. عايزين نعرف كانت أهداف السيمينار إيه وإيه النتائج اللي طلع بيه أو التوصيات اللي طلع بيها. السيمينار ده زي ما كان اسمه، كان اسمه القيادة والرعاية، لأن عمل الأب الأسقف هو عمل رعاية بالدرجة الأولى، ومع العمل الرعاية بلا شك في عمل قيادة، لأن الأسقف هو الإبسكوبوس الناظر من إلى أعلى، فهو بيقود الرعاية. السمنار ده كان فيه ماشيين في محورين، المحور الأولاني كان محاضرات
عن القيادة والرعاية، محاضرات متخصصة. فكان في محاضرات عن القيادة ومحاضرات عن الرعاية وإدارة الأزمات. سيدنا البابا إدى محاضرتين رائعتين، نيافة الأنبا بخوميوس، نيافة الأنبا موسى، نيافة الأنبا توماس، الدكتور مجد لطيف. فإدى محاضرات كلنا استمتعنا بيها، كلنا شعرنا بجمالها، فتحت عيوننا. يعني أنا قلت تعليق على بعض ما سمعت المحاضرات، قلت فعلا ده زي لحن الموعظة بيقول التي أنارت عيون قلوبنا وأفهمنا. بالحقيقة يعني كانت رائعة. بالإضافة للمحاضرات كان في ورش عمل. الورش العمل دي كانت بتهدف إلى وضع لوائح، ما هو جزء من القيادة والإدارة أن يكون في لوائح. فمثلا الكاهن الجديد كيف يختار وإزاي، ومثلا مجالس الكنائس تختار إزاي، التربية الكنسية إيه اللوائح بتاعتها، وهكذا يعني. فكان في مجرد اتقسمنا المجموعات من الآباء الأسقف، وكنا بنفتح الحوار كل واحد بيقول رأيه، وبيتم تدوين الآراء دي كلها، وبعدين بيتاخد كل الآراء اللي اتقالت من المجموعات كلها وبتروح للجنة السكرتارية والسكرتارية المعاونة، وبيحاولوا ان هم يجمعوا كل الآراء دي علشان يحطوها في مقترح للائحة، وبعدين المقترح ده يتم يعني تعديله وعرضه على المجمع المقدس لإقراره، أو يعني إن كان في أي تعديل. فبرضو ده شغل تم في المؤتمر. ده غير بقى الجلسات بقى الخاصة، يعني احنا كل واحد في بلد، فلما بنيجي نتقابل ونقضي 4 أيام مع بعض، الجلسات الخاصة ونحن نتقابل مع بعض ونتكلم ونتبادل الخبرات. برضو كان في من الحاجات الرائعة اللي اتعملت في المؤتمر ده ان بعض آباء قدموا presentations على الخبرات الناجحة عندهم في إبرشياتهم، برضو من جهة الإدارة والقيادة والتنمية البشرية. يعني مثلا نيافة الأنبا مرقس، نيافة الأنبا دانيال، نيافة الأنبا بفنوتيس، نيافة الأنبا يؤنس، كلهم قدموا خبرات اللي هي تمت في إبرشياتهم. طبعا إبرشيات كتيرة كان فيها خبرات ناجحة، وطبعا الوقت لم يتسع ان يخلي كل الاباء يقدموا خبراتهم، لكن الحقيقة كلنا استمتعنا بالمحاضرات وبالخبرات دي واستفدنا كتير جدا جدا جدا. ولكن التوصيات اللي خرج بها السيمينار في حاجة اعلنت منها او في ملامح واضحة للوائح اللي اتحطت؟ اللوائح دي حاليا زي ما قلت لحضرتك بيجمعوا كل الاقتراحات اللي اتقالت في كل المجموعات وبتتحط كلها ويتعمل صياغة لدرافت، وبعدين يتراجع باللجان المجمعية المعنية، وبعدين تعرض على المجمع المقدس. لكن حقيقة من أهم التوصيات التي عرضت، وديك التوصية من يافة الأنبا بخوميوس، إن لابد علم القيادة والإدارة والتدبير الكنسي لابد يكون علم أساسي في جميع إكليريكياتنا ومعاهدنا الدينية. وطبعا يعني أنا بضم صوتي للصوت أبي نيافة الأنبا بخوميوس، إن فعلا إن هذا العلم علشان نبقى مواكبين للعصر لابد إن يكون علم أساسي لأي إنسان بيخدم في الكنيسة، سواء أمين خدمة أو كاهن أو طبعا أسقف. لابد إن يكون هذا العلم يعني هو درسه علشان يقدر يقود الكنيسة بطريقة تواكب العصر اللي احنا موجودين فيه وعايشين فيه. طيب، ربنا يكمل التوصيات دي وتتم بنجاح وتصاغ في أفضل صورة ونعرفها بعد ما يقرها المجمع المقدس. لكن نستأذنك يا سيدنا نطلع لفاصل ونرجع نفتح موضوع زي ما قلنا في بداية الحلقة بيشغل كتير جدا من الشباب في الوضع الحالي، في حالة أنه الأمن ضعيف في الشارع، في حالة الوضع الاقتصادي، كل الناس بتفكر أن الملجأ هو الهجرة وأنا عايز أهاجر. عايزين نعرف نيافتك، ونيافتك مسؤول عن جنوب أمريكا وهي منطقة جذبة جدا للهجرة، كل اللي بيجي يسافر ملوش خطة، فهو طالما ملوش خطة يبقى أنا طالع على أمريكا. فعايزين نعرف نيافتك هتستقبلهم وهتعمل معهم إيه عشان يبقوا الناس رايحين فاهمين الدنيا هتمشي إزاي.
نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع نيافتك. أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع نكمل حكايتنا مع نيافة الأنبا يوسف، ونعرف لو رحنا أمريكا نيافة الأنبا يوسف هيعمل معنا إيه، ولكن بعد الفاصل. ترفعنا للمجد سابحا لنفوس
الحزن دونا وصلواتك القوية عنا يا ماما شنودة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وزي ما قلنا قبل الفاصل هنتكلم مع نيافة الأنبا يوسف عن الهجرة، والهجرة تحديدا لأمريكا والوقت الحالي. ناس كتيرة جدا ما كانش في دماغها الهجرة، ولا كان عمرها بتفكر ان هي تسيب البلد، ولكن النهاردة بياخدوا قرار انا مهاجر ايا كان الظروف برة شكلها عامل ايه. عايزين نعرف من نيافة الأنبا يوسف الدنيا برة شكلها عامل ازاي. نشكر ربنا الدنيا كويسه. طبعا نيافتك موافقني ان احنا كلنا نيجي ونيافتك تستقبلنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هو الحقيقه اللي انا عايز اقوله ان قرار الهجره يختلف من شخص لاخر حسب ظروفه. يعني ما اقدرش نقول عباره عامه ان احنا نؤيد الهجره، او عباره تانية نقول ان احنا لا نؤيد الهجره، لان احنا بنتعامل مع حقيقه. الحقيقة دي رضينا أو لم نرضى، قبلناها أو لم نقبلها، في حقيقة أن الناس بتهاجر من أواخر الستينات، وفي آخر فترة الإقبال على الهجرة زي ما حضرتك بتقول ابتدى يزيد جدا جدا. لكن يتهيألي كل واحد قبل ما يهاجر أو قبل ما يفكر في هذا القرار محتاج أنه يدرس كويس. كويس، عايزين نعرف نيافتك يدرس ايه. يعني برضو في ناس بتبص للهجرة ان هي تأشيرة وتذكرة، يعني يقولك انا اللي واقف قدامي بس في الهجرة هي التأشيرة، لو خدت تأشيرة خلاص انا من بكرة هسافر. في حقيقة الامر الموضوع اكبر من كده. طبعا طبعا الهجرة ليست تذكرة وتأشيرة. يعني اغلب الناس بتهاجر تقول احنا بنهاجر من اجل اولادنا، ولكن طبعا في ناس هاجرت هناك وحققت نجاح مادي ونجاح روحي، وولادها من احسن الاولاد ومتفوقين روحيا وماديا. في ناس عملت كده، دولت الناس اللي هم خططوا صح وفكروا صح ومشوا صح. انما في ناس كتيره هاجرت من اجل اولادها، ولكن لان ما كانش في تخطيط سليم، أو أحياناً الظروف ما ساعدتهمش ففقدوا أولادهم روحياً. ده اللي أقصده. يعني هناك مثلاً الطيارات صعبة جداً، فلما يروح مثلاً أب والأم ويبتدوا يشتغلوا عشرات الساعات علشان بس يقدروا يعيشوا، ما بيدوش وقت لأولادهم. أولادهم يا إما بيبقوا قصاد التلفزيون، قصاد الإنترنت، يا مع الأصدقاء، ومجالات انحراف واسع هناك. ومثلا لو كمان ساكنين في بلد بعيد عن الكنيسة او ما فيهاش كنيسة، فيبقى الرعاية الروحية قليلة. فبنلاقي ناس كتيرة ابتدت يعني يخسروا ولاده. فأنا I think ان السؤال اللي محتاج يسأله اي واحد، هل الهجرة دي ليا ولأسرتي ولا لا؟ ولو انا هسافر هعمل ايه هناك؟ هعمل ايه بس مش مستوى العمل. طيب انا هتأذن لي ان انا اقاطع نيافتك
وهتبنى فكر المعارض أو فكر الناس اللي هي نفسها تهاجر جدا. فأنا هتبنى دايما يعني كل نيافتك تقول لي حاجة هعارض، ولكن يمكن هو ده مش مبدأي، لكن أنا هتبنى هذا الفكر علشان إثراء الحوار. الجزئية بتاعت الأولاد في رد هيتقال إنه ما هنا برضو الولاد بتضيع، يعني هنا المجتمع ما هواش الأحسن حاجة، وما هواش المدارس بيتعلموا فيها أفضل حاجة، الشارع وحش جدا، المدارس فيها أخلاق وحشة جدا، فأنا ولادي أنا اللي بحافظ عليهم مش المجتمع، فلو قدرت حافظ عليهم هنا هقدر حافظ عليهم برا، لو هيضيعوا مني برا هم هيضيعوا مني هنا، فجزئية الأولاد دي مسؤوليتي وأنا هقدر حافظ عليهم. بس يعني بتكلم مثلا أنا لو هنا أسرة مستقرة وخلاص ماشي ليه دخلي اللي أنا ماشي بيه ومهتم بأولادي وبدخلهم المدارس ووديهم الكنيسة ومراعي عليهم وفعلا بهتم بيهم، ربما لما يسافر برا وما فيش تخطيط سليم ربما الظروف تبقى ضده، ظروفه يعني هو ما قدرش يعمل اللي هو نفسه يعمله. يعني أنا هنا مثلا لو أنا لي أسرتي وخلاص عرفت دخل كذا، بنقضي الأسبوع بتاعنا بالطريقة الفلانية، مدخل ولادي المدارس الفلانية، لو محتاجين دروس خصوصية ولا حاجة زيادة بساعدهم، أدي الكنيسة اللي جنبنا، أدينا بنصلي بنعترف بنتناول، حياتنا ماشية مستقرة مع ربنا. هيروح هناك في مجتمع جديد هيلاقي مثلا علشان يعيش حياة زي اللي هو عايشها في مصر، يعني المستوى الاجتماعي تلاقي نفسه مثلا لازم يشتغل أشغال كتير، يعني علشان مثلا يدفع المورجج إيجار البيت، علشان هناك مثلا في بعض البلاد زي أغلب الجنوب ما فيهوش مواصلات عامة، فهناك وجود عربية دي مش رفاهية، يعني كل واحد لازم يكون معه عربية لأنه ما قدرش تتنقل لأنه ما فيش مواصلات عامة، فتلاقي عايز يجيب عربية والعربية بمصاريفها بتكلفها إلى آخره، وهكذا تلاقي مصاريف مصاريف مصاريف. فتلاقي مثلا علشان أقولك إن الأسرة هناك تعيش عيشة يعني ميدل كلاس، يعني متوسط مش لكجري يعني، وإحنا نعتبر في الجنوب يعني عندنا الوضع أرخص كتير من مثلا الشمال زي نيوجيرسي ونيويورك أو كاليفورنيا، يعني الجنوب من الولايات الرخيصة، تلاقي مثلا أقول لك إيه 4000 5000 دولار في الشهر علشان يعيش عيشة معقولة. أقول لك ما هم هناك برضو بيقبضوا بالساعة وبيقبضوا قد كده في الساعة، فال4000 دول سهلين جدا. لا مش طبعا سهلين لو واحد بيشتغل بروفيشنال، لكن لو واحد مش بيشتغل بروفيشنال بيشتغل بالمينيموم ويج مثلا، بيشتغل في محطة جاز، بيشتغل في مصنع، بيشتغل في حاجة زي كده، ممكن مثلا يكون هياخد في الساعة مثلا 8 دولار في 40 ساعة في الأسبوع، يبقى كده 320 في الأسبوع، يعني في الشهر هيعمل له 1200 1300، لو هشتغل هو ومراته بتكلم كده على حاجة أقل من 3000 هيقدر يعيشه، بس يعني بكفاح يعني هتلاقي مثلا ما عندوش تأمين صحي إلا لو الشغل بتاعه بيديله التأمين الصحي، فهناك المرض والعلاج مكلف جدا جدا جدا، يعني لو حد ما عندوش تأمين صحي ما يقدرش يعيش يعني. فهتلاقي في بقى حاجات يعني ايه عراقيل كتير قصاد، فهو يعمل ايه بدل ما يشتغل 40 ساعة اللي هي الفول تايم، هذا عايز يشتغل 60 ساعة علشان يغطي ويقدر يعيش، فبيشتغل ومراته بتشتغل، فطبعا لما بيشتغل كل الساعات دي مش هيلاقي وقت ان اقضيه مع اولاده، وحتى لو هيقضي وقت مع اولاده بيرجع منهك وعليه ستريس، فابنه بيكلمه مش هيفضل بقى يتكلم ويحكي ويدادي واخبر، فهو حتى لو هو يعني فعلا very interested ان هو يقضي وقت مع اولاده ويربيهم ويهتم بيهم، انما الضغوط بتاعت الحياه هناك تبقى صعب. عشان كده تاني انا ما بقولش لا، في وعشان كده ابتديت وقلت في ناس ناجحين جدا ولادهم زي الفل، يعني احسن من اولاد كتيره اتربت هنا، ودي حقيقه، بس عايز اقول ان الواحد قبل ما يهاجر يخطط صح، يفكر انا هعمل ايه، انا لما اوصل امريكا هعمل ايه، دي نقطه مهمه. طيب اقف للحظات مع نيافتك وناخد تليفون معانا مريم من شبرا الخيمه. مساء الخير يا مريم. مريم مساء الخير، تليفون معانا، تليفون قطع. طيب نكمل يا سيدنا، ووصلنا انه لازم
هيشتغل ساعات كتيرة جدا عشان يقدر يغطي المصاريف بتاعته ده حتى لو في الجنوب في الولايات الرخيصة. ومن هنا بيفقد أولاده إنه ما بيلاقيش وقت إن هو يربي أو يراعي أولاده زي ما بيرعيهم هنا في مصر. في رد هيتقال أنا هنا برضو مش عارف أرعيهم، أنا هنا بشتغل من 8 الصبح وأنا من 9 الصبح برجع 1 بالليل، فأنا مش عارف أرعي ولادي. على الأقل هم هناك هيطلعوا في بلد محترمة، في بلد بتراعي حقوق الإنسان، في بلد هي الحكومة هتصرف عليهم، هاخد إعانة من الدولة. برضو حتى التأمين الصحي إنه في تأمين صحي من الدولة، فالدولة هتتكفل بيا لو تعبت، ده أنا هنا لو تعبت مش هلاقي اللي يصرف علي. كل الكلام ده بيتقال. لا احنا في أمريكا مفيش تأمين صحي من الدولة، يمكن كندا بس أمريكا لا. لو انت ما عندكش تأمين صحي وما عندكش تأمين صحي في حاجات للتشاريتي وكده، بس يعني مش موجودة في كل أماكن يعني. لكن لا هي كندا اللي فيها تأمين صحي تبع الدولة مش أمريكا. طبعا في ناس هنا برضو بيعانوا، انا ما بقولش لا، وبيشتغلوا اوقات كتيرة وساعات كتيرة علشان يقدر يعيش بس يعني عايز اقول هنا ايه، يعني هنا باسم الصليب في الاسرة الممتدة extended family، يعني في العم والخال والجد والجدة، دي ممكن ما تكونش موجودة هناك. فحتى لو أنا مش قادر أراعي في عندي الإكستندد فاميلي، في عندي الأقرباء وحوالية. لكن في مثلا ناس موجودين ما فيش مثلا في دايرة 5 ميل ولا 10 ميل حواليهم حد مثلا قبطي أو مصري. برضو هنا الكنائس أغلبنا بنروح كنائسنا ماشي، هناك نادر جدا أنك تروح كنيسة ماشي. فيعني احنا مثلا لما كنا شباب صغيرين هنا كانت كنيسة بالنسبة لنا ماشي، كنا كل يوم احنا انا مثلا قبل ما كنت اروح المدرسة ولا الجامعة لازم اعدي الصبحية على الكنيسة اخد بركتها، واطلع على المدرسة او الجامعة او الشغل وانا راجع اقف تاني على الكنيسة واخد بركتها واروح، بس نازل افتقاد لازم اعدي على الكنيسة دي او نص من البيت عندنا. انما هناك مش كده، فهناك تلاقي مثلا علاقته بالكنيسة يوم السبت والحد في اغلب الولايات. لنوص الأسبوع اللي هو بيخلص شغله الساعة 5-6 بعد الظهرية هيروح عشان يروح الكنيسة هياخد نص ساعة سواقة ولا 3-4 ساعة سواقة، وده اللي بيخلي حتى احنا علينا ضغط ان اغلب الخدمات عايزين نعملها في الويك اند، فعايزين نعمل اجتماع الخدام وحصص الألحان والقداس والاعترافات واجتماعات الأسرة كله عايزين نعمله في الويك اند، وهما بقى الويك اند برضو عايزين يعملوا شوبينج ويشتروا حاجات البيت وينظفوا ويطبخوا ويعملوا السوشيال لايف بتاعتهم. فالويك اند بقى ما بقاش يعني بقى واستراحة جدا. الرب في اليوم السابع بقى مرهق يمكن اكتر من الويك ديز، الواحد بعد الويك اند عايز ياخد اجازة عشان يرتاح من كل قدر الضغط اللي موجود فيه. لكن هنا برضو انا بقولش هنا برضو الحياة وردية لان لو الحياة وردية يعني مش بنطلع نصيف كل شهرين يعني. كان ايه اللي هيخلي الناس تفكر؟ ما هو اكيد اللي بيفكر انه يسيب بلده تعبان، ان هو تعبان يعني. هو لو مش تعبان ما كانش هيفكر يسيب بلده. وتاني انا بأكد علشان برضو احبائنا اللي بيسمعوني، انا ما بقولش لا، لكن بقول ان الواحد يحسبها صح، يفكر يخطط ويشوف هل الهجرة بالنسبة لي هتنقلني لحياة مماثلة ولا حياة أحسن ولا حياة أقل. ولازم أحسبها بس مش من الناحية المادية، لازم أحسبها ناحية الروحية، ناحية المادية، ناحية الاجتماعية، ناحية النفسية. يعني هي مش كلها فلوس، فماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فهي أنا مش عايز بس الضغوط اللي احنا بنمر بيها مخليه كل واحد نفسه في التأشيرة والتذكرة. لازم أقعد وصلي وأحسبها، أحسبها صح، هل القرار ده ليا ولا لأ؟ هينقلني أنا وأسرتي فين؟ لحاجة أحسن ولا حاجة أقل ولا حاجة مماثلة؟ واخد القرار بتاعي في ضوء هذا. طيب قبل ما نعرف إزاي ناخد القرار، معلش يعني أنا يعني بغلس شوية في الأسئلة لغاية لما يفتح تقول لي تعالى معايا أمريكا، يعني هو ده الغرض من الله. في رأيين هيتقالوا في الجزئية دي. أول رأي بيقول أنا كده كده أنا هنا تعبان وما بقدرش أروح الكنيسة وما عنديش أيام أجازات، فأنا هدور على دولة يكون أو ولاية يكون فيها كنيسة تبقى قريبة هي تخلي بالها من ولادي وأنا أشتغل. في رأي تاني بيقول النهاردة الحسبة اختلفت. يعني إيه الحسبة اختلفت؟ أنا مش بحسبها ماديا،
أنا هنا مرتاح وعندي شغلي ومستقر، ولكن أنا مش حاسس بالأمان، فأنا عايز أطلع لأن ولادي بخاف عليهم جدا في الشارع، مراتي ما بتقدرش تنزل الشارع، أنا نفسي كراجل بلاقي صعوبة في التعامل مع الشارع، والدنيا يعني النظرة المستقبلية مش مبشرة. ده في ناس بتقول هذا الكلام، فمن هنا أنا هسافر، مش مسافر عشان عائد مادي، لا أنا معايا شوية فلوس هروح أعمل أي مشروع. فيبقى هو مسافر مش عشان عائد مادي، ولكن هو هنا مش حاسس بأي أمان، أو هو هنا تعبان جدا فكده كده هو مسافر. فنيفتك تقول إيه؟ ده سليم، هو لو فعلا ابتدى يحسبها ولقى إن هناك هيديله الأمان أكتر، وهناك هيقرب ولاده من الكنيسة أكتر، وهيقدر إن فعلا يكون فيه اهتمام بأولاده أكتر روحيا، أنا أشجع هذا الإنسان إنه يسافر. يعني هرجع تاني، لو أنا جيت بحسب وضعي ولقيت ان انا فعلا زي ما حضرتك بتقول كده، انا هنا عايش مش عارف اربي ولادي، خايف عليهم، ما فيش امان، ما فيش ما فيش ما فيش، وبعدين جيت حسبتها لو سافرت بره، هلاقي ان الامان هيبقى متوفر، وهلاقي ان الرعايه الروحيه متوفره، والرعايه الاجتماعيه تبقى متوفره، وكل الحاجات دي متوفره، باذن ده هيكون قرار سليم. فتاني كل واحد يحسب قراره صح. تمام، لكن جزئيه الامان احنا برضو شايفين الأمان اللي هنا في ناس مفتقداه، هل برا في أمان كامل؟ يعني عايزين ناخد فكرة برضو. لا طبعا فيش أمان كامل، لكن هو أنا برضو الحقيقة أن الشارع المصري شارع غير آمن النهاردة، دي حقيقة ما نقدرش نغفل عنها. وأنا حتى يعني دايما أقول أن الأمن يجي قبل الرخاء، لأن إزاي أقدر أوفر رخاء وما فيش أمن؟ فالأمن يجي قبل الرخاء. بالنسبة حاجة بتسألني سؤال هناك أمن كامل، لا مفيش أمن كامل هناك، لك دفنت للشارع أكثر أمانا من الوضع الحالي اللي موجود في مصر، واللي بتمنى وبأصلي أن في أقرب وقت كلنا نحط إيدينا في إيدين بعض، لأن هو أصل الأمان ده مش مسؤولية الدولة فقط، مسؤولية كل واحد، مسؤولية فكرنا وإحنا بنفكر إزاي. ولو حطينا كلنا في ايدين بعض وفي ايدين المسؤولين وحققنا الامان اكتر، مين اللي هيستفيد منه؟ احنا كلنا يعني. واتمنى وبصلي ان ربنا يحقق الامان في الشارع المصري في اقرب وقت ممكن، لان الامان ده هو اللي هيجيب بعد كده الاستقرار والرخاء والرفاهيه، كل الامال والاحلام بتاعت الثوره اللي موجوده عندنا وفي قلبنا وبنصلي من اجلها. فالشارع هناك اكثر امانا بلا شك، لكن هناك تحديات. يعني اكثر من واحد من ولادنا يعني اتعرضوا لايذاء اثناء عملهم، واكثر من واحد يعني اتقتلوا بسبب السرقه وجرائم السرقه وكده لولادنا. حصلت يعني واحد بيكون بيشتغل مثلا في محطة بنزين، واثنين دخلوا عايزين يسرقوا المحطة، ضربوا بالنار وقتلوا وسرقوا المحطة ومش حصلت أكتر من مرة. برضو يعني إيه، ما بيضربوش ويشتموا بتاعهم، ما بيقتلوا على طول يعني. هو هناك حتى بره يقولك لما ما تقاومش، لأن يعني يقولك مثلا لو جيب يقولك يعني ديني الفلوس افتح له الدرج سيب ياخد، ما تقاومش، لأن هما بيبقوا غالبا مسلحين. فيعني anyway مش هو ده اللي حاسين يعني كامل. بره ما هواش الامان الكامل، لا فيش امان كامل. يعني الامان الكامل بيرفكت ده 100% مش موجود في اي حته، لكن اكثر امنا، اكثر امنا يعني دي حقيقه لابد اقولها، اكثر امنا من مصر في الايام دي. لكن مثلا مصر من يعني السنين ليست بعيده كانت بلادنا امنه. طيب احنا كده اتفقنا على جزئية ان برا تفوق على الداخل في الامن. طب نبص لنقطة تانية، وهي انا رحت امريكا هعمل ايه؟ طبعا السؤال اللي يجي قبل كده، ايه نوعية الفيزا الموجودة معي؟ لا ما هي سكة واحدة معروفة يا سيد. فطبعا يعني لو انا ما عنديش فيزا صالحة للعمل، دي بتخلي ناس تفكر في حاجات كتيرة ممكن تكون مش سليمة، يعني مش ممكن، غالبا تكون مش سليمة، وهي دي الوحيدة اللي نعرفها يعني. فدي محتاجة تفكير يعني.
لكن انا هفترض ان واحد جاي بفيزا سليمه وجاي اقصد فيزا سليمه يعني فيزا صالحه للعمل يعني ده اللي اقصده يعني يقدر يشتغل. خلينا نتكلم على ارض الواقع برضو دي صعبه يعني طبعا النهارده صعبه 98% بيطلع فيزا سياحه وبيكسر الفيزا هناك وبيقعد. فخلينا نتكلم على ارض الواقع وهو ده اللي بيحصل. ده لما يروح هيعمل ايه؟ هيتعب من الاخر كده. هيتعب مش هيرتاح. ليه يا سيد؟ لانه ابتدى بداية غلط. يعني انا النهاردة لما اروح بفيزة سياحة واكسرها يعني ايه الاوبشنز اللي قصادي؟ ان انا مثلا الاقي حد يعمل لي فيزة عمل قليلة ونادرة جدا. ان واحد بقى يروح مثلا يرتبط لو هو مش متجوز يعني علشان ياخد الإقامة يعني حاجة مش سليمة لا روحيا ولا اجتماعيا ولا نفسيا ولا أي حاجة. طب في طرق بقى تانية يعني برضو بيبقى فيها كذب وعدم صراحة يعني إلا بقى لو في يعني ظروف بتسمح له إنه ياخد الفيزا بطريق سليم ما فيش مانع يعني. وبعدين في الآخر برضو هو بيروح للإدارة الأمريكية بتاعت الهجرة يعني وفي الآخر بيوافقوا أو ما بيوافقوش. يعني أحيانا بتكون كل الأمور يعني إحنا مثلا حتى بالنسبة للكنيسة إحنا مثلا بنقدم على حاجة اسمها religious visa. فأحيانا بيكون مثلا حد جاي علشان ترسم كاهن يعني وللأسف حصل أكتر من مرة إنهم رفضوا. يعني حاجة مشروعة جدا حد هيترسم كاهن في أمريكا والإدارة الأمريكية بترفض. ممكن أو أحيانا الإدارة الأمريكية توافق وبعدين يجوا هنا في السفارة في مصر يرفضوا يديروا الفيزا. يعني حصل برضو أكتر من مرة بتحصل. فما فيش حاجة يعني برضو جارانتي يعني حتى أنا لو رحت وسافرت ومشيت في الطريق المشروع في احتمال برضو ان انا ماخدش الفيزا ولو ماخدش الفيزا ماخدش الاقامة هعيش ازاي؟ ده سؤال مهم. طب خلينا نفترض جدلا ان هو اخد من البداية فيزا للعمل. هيروح ايه الاوبشنز او الاختيارات اللي قدامه؟ ده حياته اكثر سهولة يعني على الاقل معاه يقدر يشتغل مع حاجة بتقول ان انا اقدر اشتغل. هو هنا بقى يبقى قصاده يعني في تقدير الشخصي خط من ثلاث خطوط. يا إما هيمشي في طريق شغلته اللي هو كان موجود فيه هنا. مثلا لو أنا محاسب أحاول بقى أشتغل هناك مثلا CPA وأشوف إيه الكورسات اللي أنا محتاجها إلى آخره. لو أنا مهندس أحاول أخذ PE اللي هي Professional Engineering License وأشتغل بيها. لو أنا دكتور بعمل المعادلة بتاعتي أحاول أن أنا يعني أعادل شهادتي أو أكمل شهادتي وأدخل التخصص بتاعي. ده طبعا طريق كويس خاصة لو أنا سن صغير حديث التخرج بحب المذاكرة هروح مثلا هذاكر بسرعة خلص همتحن هنجح بسرعة خلص. فده ممكن يحط رجله على الكارير بدري. لكن طبعا لو انا سن متقدم ده احيانا بيبقى مش هو ده الطريق يعني. حتى لو امتحن وعادل انا النهارده لو انا في شركه وعندي واحد متخرج من سنتين واحد متخرج من 15 سنه هعين مين فيهم؟ فطبعا بياخد طبعا الحديث التخرج يعني. اكيد. الخط الثاني ان انا بشتغل في شغلانة مش ماشية مع الكارير بتاعها. عفوا سيدنا برضو الخط الأولاني لغاية لما يعادل شهادته دي هتاخد شوية وقت. طبعا. في الوقت ده بيعمل ايه؟ بيشتغل بقى يعني مثلا هو وزوجته ممكن زوجته تشتغل وهو يذاكر او هو مثلا يشتغل ويخليها يتذاكر او لو هو يشتغل شغلانة جانبية مثلا وبيبقى عايش مثلا في مستوى معين لغاية لما بيقف على رجليه وبعد كده يكمل يعني بيبقى طبعا بتبقى صعبه بتبقى طبعا لابد ان هو يخش في فتره يعني ضيق يعني. اختك في بدايه كلامك بتقول انه لو اشتغل 40 ساعه هو ومراته ممكن ما بيكفوش المصاريف الاساسيه. بس انا بتكلم على المينيمم ويج يعني بتكلم على لو حد بيشتغل بالحد الادنى للاجور هو في الاول هيشتغل من غير شهاده فهيشتغل بالحد الادنى. لا يعني مثلا هو لو طبعا لو حظه حلو يعني او ربنا فتح له طريق كويس لو قدر يشتغل مثلا هو مهندس فرد
لو قدر لقى مكتب هندسي يساعده ان هو يشتغل في المكتب الهندسي ده, مش كإنجينير, مش كمهندس, إنما فطبعا هيكون بياخد اكتر من المينيمم ويج, وفي نفس الوقت يذاكر لغاية لما خلص. بس طبعا مع الاقتصاد الحالي في امريكا الفرص دي مش موجودة. يعني يمكن كان ايام ما كان الاقتصاد كويس كانت الفرص دي اكتر, لكن حاليا الفرص دي برضو عشان اكون صريح مع ولادنا وشبابنا, الفرص دي يعني مش موجودة, مش متوفرة. تمام, دي السكة الأولين, ان هو يعادل شهادته ويبدأ يشتغل في مجاله, ورغم ان هيبقى فيها صعوبات ان هو هيبقى سنه كبر وهيبقى يعني الامريكاني او حديث التخرج ليه الأولوية عنه. طيب السكة اللي بعديها ايه؟ السكة اللي بعدها ان هو بيشتغل الشغل بس يعني مش في مجاله او اقل من مجاله. يعني مثلا هو طبيب ممكن يقبل انه يشتغل مثلا physician assistant, مساعد طبيب, او يقبل, طبعا دي برضو محتاجة دراسة, او يقبل يشتغل مثلا كنيرس, او مثلا يشتغل كفني اشعة, يعني حاجة في المجال. بس مثلا لو واحد مهندس ممكن يقبل يشتغل في مكتب هندس بس مش كإنجينير, مش مهندس, وهكذا. يعني محاسب ممكن يشتغل مثلا في بنك ككليرك ولا حاجة زي كده, يعني بيحط يعني رجله على اول الطريق وكده. وفي ناس يعني خلاص بتقبل الوضع ده وبيعيشوا, طبعا بيتدرجوا, ما بياخدوش المينيمم ويج, بياخدوا اعلى من المينيمم ويج. دولت اكشلي بيبقوا لاكي لو لقوا برضو يعني حاجة زي كده متوفرة وبيستقر خلاص, هو بيقبل. احيانا بيبقى فيها عامل نفسي, انا كنت في مصر بشتغل كذا, هنا بشتغل كذا, لكن كتير منهم بيقبلوا الوضع وبيشتغلوا وخلاص وبيكمل يعني حياته بالطريقة دي. فده الخط الثاني اللي هو موجود فيه. طبعا ده يتطلب حاجات كتيرة, طبعا يتطلب ان واحد يكون عنده متمكن في اللغة, يعني بيتكلم اللغة كويس, يتطلب ان هو يكون متمكن في التكنولوجي, لان اغلب النهارده الاشغال محتاج كمبيوتر وداتا انتري واكتر من كده بقى, والصبت يعني يكون عنده خبره برضه شويه في السوفت وير والحاجات اللي هي زي كده, يعني لان كل حاجه النهارده يعني كمبيوترايزد وتشتغل بالتكنولوجي كده. يعني طبعا لو هو ما عندوش لغه فرص انه يلاقي اشغال بالطريقه دي تبقى قليله جدا 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 جدا, يعني وبتعثر فيش. دي بتخليه بقى ياما دورت بقى ممكن بقى يشتغل في حاجات اللي هي بتاعت المينيمم ويج, خلاص بقى يعني يشتغل في اي بقى حاجه, مثلا مطعم, محطه بنزين, يشتغل في المطار, يشتغل يعني الشغلانات اللي هي اقل. طب وهل دي تعيشه كويس؟ دي تعيشه كويس في مستوى معقول؟ هنا بقى بتلاقي الزوج بيشتغل والزوجة بتشتغل, ولو الأولاد مثلا يعني في سن بتاع الشغل بيشتغلوا, وده زائد ده زائد ده زائد ده بيقدروا يعني يعيشوا يعني. وتعتمد برضو على التدبير, لو هما أسرة مدبرة فبيحطوا نفقاتهم كلها مع بعض وقدروا يعيشوا. بيبتدي مثلا بيشتغل في شقة, بيعيش في شقة صغيرة, بعد كده بيكبر شوية يشتري بيت صغير وهكذا يعني, وبينمو سنة بسنة يعني. الخط الأخير, الخط الثالث بقى اللي هو البيزنس, انه يجي يعمل مشروع. طبعا عشان يجي يعمل مشروع لازم هو يكون عنده البيزنس منتاليتي, العقلية بتاعت البيزنس. مش اي حد عنده العقلية بتاعت البيزنس, دي متوفرة جدا عند كلنا يعني, بصراحة دي مش هتلاقي احسن منها سيدنا. جربنا بس ومش هتندم يا سيدنا. نشكر ربنا. هو بلا شك يعني ان المواطن المصري عنده حكمة فطرية يعني, والكتاب المقدس على فكرة أيد الحكاية دي لما اتكلم على موسى النبي قال لك وتهذب موسى بكل حكمة المصريين. فدي شهادة من الكتاب المقدس بس لحكمة المصريين. نعم, يبقى حكاية ينفع نسافر. اهلا وسهلا. بس بقى في كذا مبدأ يعني احب اقوله لإخواتنا اللي بيفكروا يعملوا بيزنس. أول حاجة إن الواحد ما يتعلمش في فلوسه. يعني مثلا لو محوش يعني مبلغ من المال هبتدي بيه بيزنس, لو أنا ابتدي أشتغل بالمبلغ ده, وخبرة البيزنس في أمريكا تختلف عن مصر,
مجيش واحد يقولك بص انا عندي بيزنس في مصر وماشي كويس، لا كل بلد ليها الخبرة بتاعتها. فلو انا مثلا عايز اعمل مثلا مطعم، عايز اعمل محل اسمه ايه ده يعني جاز ستيشن، محط البنزين، عايز اعمل مطبع وات ايفر يعني، لازم اشتغل في المجال ده سنة او سنتين لغاية لما افهم طبيعة الشغل بتاعته وافهم السوق ماشي ازاي، وبعد ما اتعلم ابتدي يعني اخد القرار بتاع ان انا اعمل البيزنس بتاعي. ولازم يكون في دراسة للماركت، يعني ايه احسن مكان ابتدي اعمل فيه البيزنس، هل هنا ولا هنا ولا هنا، يعني في دراسة. يعني برضو اول مرحلة لازم اشتغل عند حد اخد خبرة هذا المجال. ديفنتلي بكل تأكيد، عشان اخد الخبرة واعمل دراسة للسوق اقدر ابتدي انا فين. بعد كده يعني بحذر اولادنا من استخدام مش عارف سميها ايه بقى، الفهلوة المصرية. أيوة. ولسه على فكرة المخرج بيقول لي احنا بالفهلوة كل حاجة بتخلص. لان كتير من اولادنا بيحاول يستخدم الفهلوة هناك وبعدين بيخش في مسألة مع القانون. يعني احنا لسه في مجموعة كبيرة من ولادنا داخلين في مشكلة كبيرة، يعني من غير ما قلت تفاصيلها، بسبب استخدموا الفهلوة في حاجة معينة وهناك القانون ماسكهم، ويعني في داخلين في مسائلات قانونية يعني. فهناك الفهلوة مش هتمشي هناك. فهناك يعني يمشي حسب القانون، يعني يمشي صح القانون. هناك الكل معرض للمسائلة، الكل معرض للمسائلة، فيش حد فوق مسائلة، مفيش بقى حكاية ايه ده معرفة ونخلصها، ويعني الكلام ده مش موجود هناك. فيبعدوا عن الفهلوة ويمشوا بالحكمة. الحاجة اللي بعد كده ان انا عشان ابتدي مشروع لازم اعرف ان المشروع ده ممكن ياخد وقت على بال ما يقف على رجليه. فانا هعمل ايه في الوقت ده؟ هل في حد ممكن هيشتغل يسابورت البيت في الوقت ده؟ هل انا عندي فلوس تقدر تسابورت مين لغاية لما المشروع ده يقف على رجليه ولا لا؟ فطبعا هم اللي عندهم بيزنس منتالتي بيبقوا حاسبين الحاجات دي صح. لكن احيانا واحد يقول لك ايه، يقول لك امشي في البيزنس من غير ما احسبها. فيبتدي يحط مثلا محوش 20-30 ألف حطوهم مثلا في مشروع، وبعدين المشروع ما ابتداش يجيب له عائد، البنك عمال بيقول له يدفع لي القسط بتاعه مش عارف ايه، تلاقي نفسه دخل في مشكله وخسر ال 20-30 ألف ومش عارف يسدد للبنك ودخل في موال كبير يعني. فبرضو البيزنس ده محتاج دراسة سليمة، محتاج ان انا اخد خبرة من اهل الخبرة واخد مشورة من اهل المشورة عشان امشي صح ويبتدي المشروع بتاعي ينجح. شفنا ناس ابتدوا اقدر اقول من تحت الصفر، ولكن بالايمان بربنا وبالامانة وبالنجاح وبالتعب اصبحوا مليونيرات. وشفنا ناس كانوا مليونيرات وفقدوا كل حاجة. يعني دي موجودة ودي موجودة، الأمانة والتصميم على النجاح والخبرة والدراسة الدقيقة، ده طبعا مؤهلات للنجاح. طيب يمكن برضو في ناس بتقول أنا هروح أجرب ولو فشلت أهي الكنيسة هناك هتساعدني. الحقيقة اللي بيقول كده يعني غلطان، مش لان الكنيسة مش هتساعد، لان اولا عدد الناس اللي جه في الفترة الاخيرة عدد كبير جدا، وكل معتمد على الكنائس، والكنائس يعني هنا المساعدة في مصر تختلف عن المساعدة في امريكا. يعني هنا مثلا انت عشان تساعد عايز مثلا لو هتجيب له شقة مثلا تلاقي نفسك بتدفع فيها 600-700-800 دولار، وانا بقولك احنا في الجنوب يعني الدنيا رخيصة. يعني بتوع كاليفورنيا لو بيسمعوني دلوقتي يقولك 600 دولار دي فين يعني، يعني هناك ما عندهمش حاجة بالارقام دي يعني. وبعدين مثلا وعايز مثلا اكل وشرب ومش عارف ايه، هتلاقي نفسك عشان تساعد واحد بتدين مثلا 1500 ولا 2000 دولار. فين الكنيسة اللي تقدر تطلع 1500-2000 دولار كل شهر؟ يعني تقريبا 14 ألف جنيه مصري في الشهر مثلا،
ففين الكنيسة اللي تقدر تطلع ده لشخص واحد لأسرة واحدة؟ وبعدين هناك في انطباع عن الناس ان كنائس امريكا دي مليانة بالفلوس يعني. يعني انا بصح هذا الانطباع خير كتير يا سيدنا. يعني اللي انا عايز اقوله تاني انا اشكر ربنا يعني ربنا مدينا وزيادة يعني انا ما لا ندعي شيء يعني لكن بس عايز اقول حقيقة وكل الناس العشاء برا عارفة الحقيقة دي يعني هناك كل كنائس عليها لونز مديونة يعني احنا هنا مثلا لما نيجي بدون الكنيسة بدون الكنيسة على ما تكون الكنيسة خلصت خلاص يعني ما تريش هنا في كنيسة عليها مديونية للبنك انما هناك السيستم نفسه غير كده يعني اي كنيسة عليها يعني احنا كل كنائسنا في جنوبي امريكا كلها مديونة ومديونة مثلا ايه مش 5,000 10,000 بالملايين يعني مثلا دي عليها 3 مليون دي عليها 4 مليون دي عليها 2 مليون دي عليها طبعا المديونات دي المديونية كبيرة جدا جدا يعني و تاني انا يعني نشكر ربنا ربنا مبارك وكده لكن يعني لكن عايز اوضح ان الكنيسة في حدود في المساعدات اللي هي هتقدمها وحتى لو هي بتقدم مفروض بتقدم مساعدة لفترة لكن بعد كده الانسان مفروض يقف على رجليه لكن ما لو واحد جاي متوقع انه هيقعد كنيسة هتساعده على طول مثلا هي اول سنة بس لغاية لما يعني اول سنة كده سنة دي تبقى صعبة برضه يعني سنة كاملة مش بالسهولة اللي حضرتك متصورها يعني فعلا ان كنيسة فعلا يعني دخلها قليل وبعدين في كذا فاكتور تاني بيتحكم في دخل الكنائس حاليا العامل الاولاني الازمة الامريكية اللي احنا الاقتصادية الموجودة في امريكا اللي خلت كتير من الناس حتى المستقرين هناك بيعانوا ماديا فده اثر على دخل الكنائس لا معلش نقف عند جزئيه دي يا سيدنا هل في هناك حد من الناس اللي بقالها سنين طويله بيعاني طبعا مثلا لما بكون بشتغل وعايش على مرتب مثلا 6000 7000 دولار في الشهر وفجاه عملوا لي لي اوف سيبوني الشغل بتاعي وبدور على شغل مش لاقي شغل فانا عليا كل شهر ما هو 6000 دي بيصرفها فين بيصرفها مورجج للبيت بتاعه مورجج للعربية بتاعته اسمه ده بيمنت للعربية الى اخره والهيلس انشور هيلاقي نفسه عند الفواتير دي هيجي للكنيسة الكنيسة هتدفع له مرة اتنين مش تقدر تدفع اكتر من كده فتلاقي بعد كده بيعمل ايه البنك هياخد البيت بتاعه فقد البيت بتاعه تدي وهكذا يعني حتى لو محوش فلوس تلاقي الفلوس دي تخلص بسرعة وبعدين في ناس احيانا يعني بعد ما بيسيبوا الشغل ممكن يقعدوا سنتين ثلاثة اربعة مش لاقيين اشغال تانية خالص يعني فطبعا في ناس يعني في بطالة عالية طبعا الازمة الاقتصادية احنا لسه ما خرجناش منها الازمة الاقتصادية لسه ما خرجناش منها لغاية دلوقتي فما زال الناس بتعاني فطبعا هتلاقي ان ده اثر على دخل الكنيسة الحاجة التانية كتير من الناس مع انهم شايفين اهاليهم في مصر بتعاني ويعني في كام سنة الاخيرة فبيحولوا فلوسهم يعني بيساعدوا عائلات هنا في مصر فده طبعا بيأثر برضو على دخل الكنيسة أكيد. فطبعا وزاد وجود بقى القادمين الجدد اللي هم باحتياجاتهم من الكنيسة ده برضو بيأثر على داخل الكنيسة بالإضافة إلى الأعداد الزيادة محتاجة أن احنا نأسس كنائس جديدة ما هو عشان تستوعب الأعداد دي فبتيجي تأسس أنك تأسس كنيسة جديدة بتشتري كنيسة جديدة بتاخد لون من البنك فده بيزود فأنت عندك expenses بتزيد وإنكم بيقل تاني أنا بأكد أن ربنا يعني ميسدد كل احتياجاتنا وأكتر يعني أنا لا أتكلم عن احتياج لكن أنا بقول بس حقائق عشان الناس يعني تبقى عارفة يعني على أرض الواقع على أرض الواقع يعني. طيب يمكن ده كان موضوع الهجرة ونيافتك يعني واضح أن نيافتك بترحب بينا في أمريكا أهلا وسهلا لا طبعا أهلا وسهلا للي يجي صح خلينا نتنقل لموضوع آخر في حلقة النهاردة وهو موضوع علم المشورة والإرشاد الكنسي نيافتك حاصل على دكتوراه في علم المشورة وده يمكن حديثا أو بعد ما نيافتك سيمت أسقفا علم المشورة هو علم جديد علينا في مصر الإرشاد الكنسي حاجة جديدة بالنسبة لنا
في الأول عايزين نعرف إيه هو الإرشاد الكنسي وعلم المشورة من يافتك. هو الحقيقة مش حاجة جديدة. علم المشورة قدم أنا بتكلم على الإنسان يعني قدم النفس البشرية يعني من أيام آدم. وهقول لك إيه اللي أقصده بالحكاية دي. وفي الكنيسة لو بتكلم على كنيسة العهد الجديد المشورة موجودة بقالها 2000 سنة في كنيسة العهد الجديد. يعني إيه المشورة؟ المشورة واحد بياخد رأي حد. يعني مثلا لما أنا كنت خادم في مدارس الأحد وبروح بفتقد ويجي شاب يسألني يقول لي أنا صاحبي مش عارف أتعامل معه إزاي، فبقول له أنا رأيي تتعامل معه بالطريقة الفلانية أو الكتاب المقدس بيعلمنا أن احنا نتعامل بالطريقة الفلانية. دي مشورة، دي في حد ذاتها مشورة. علشان كده علم المشورة ده الكتاب المقدس اتكلم عنه. يعني مثلا سفر الأمثال، وده سفر يعني مش حديث في الكنيسة من العهد القديم، كتبه سليمان. يعني مثلا أقول لك على آية في سفر الأمثال إصحاح 15 يقول لك مقاصد بغير مشورة تبطل. يعني مقاصد، أنا عندي نية أن أنا هاجر، مقصد لما خدش المشورة السليمة النية دي مش تتحقق، وبكثرة المشيرين تقوم. لكن لو أنا المقصد بتاع نيتي أن أنا عايز أهاجر وابتديت بقى أخد رأي ده وأخد رأي ده ودرست الموضوع صح وخدت مشورة سليمة، يبقى تقدر أحقق المقصد بتاعي. ده المشورة. طب العلم بيقدم إيه بقى؟ العلم استفاد من تحليل شخصية الإنسان واستفاد من أنواع الشخصيات، وابتدى يقدم لي إن أنا بقى لما بدي مشورة الواحد بدي له مشورة مش بناء على الخبرة الشخصية فقط. طبعا كلمة ربنا فيها الكفاية، بس الحاجة العجيبة إن كل واحد ما يدرس في علم المشورة يلاقي كل اللي مدرسه موجود في الكتاب المقدس، بس يمكن الواحد لما بيقراه ما بيبقاش يعني واخد باله من الآية دي. لكن لما تدرسه وبعدين ترجع للكتاب المقدس تلاقي ده كل حاجة موجودة في الكتاب المقدس فعلا. يعني فلما بيفهمني مفاتيح الإنسان وشخصيته، فلما بيجي بيديني لما يجي يديني يسألني سؤال مثلا أقدر أديله بقى نصيحة هنا كويسة، نصيحة مبنية على أساس سليم، أساس كتابي وأساس علمي. هو مين يدينا العلم؟ ربنا. فيبقى إذن المشورة قديمة، ولكن العلم أخذ نظريات علم النفس وإزاي عرف الشخصية الإنسانية وحللها إزاي، وابتدى يقدم لي بحيث لما أجي أدي نصيحة أو أدي مشورة الإنسان بديها له على أساس كتابي وأساس علمي سليم. تمام. يمكن في الفترة الأخيرة شفنا أنه في كنائس كتيرة بدأت تعمل مكتب إرشاد كنسي وإرشاد أسري، يطلع أو يعني بيبقى فيه مشير بيقابل الحالات اللي عندها مشاكل ويسمع مشكلتهم ويحاول أنه هو يساعدهم في حل المشكلة على أساس علمي، ولكن ده قوبل من بعض الأشخاص أنه ده مش اتجاه أرثوذكسي وده بيتعدى على اختصاصات أب الكاهن في سر الأطراف والتوبة. هو الكنيسة من زمان عندها لجان افتقاد ولجان حل مشاكل يعني، وده غير سر الاعتراف. انت حاجة بتقول سر الاعتراف. سر الاعتراف وسر التوبة والاعتراف جزء منه مشورة، ولكن ده اسمه سر يعمل فيه الروح القدس. الانسان بيقرب خطيته بيخرج من هذا السر محالا من خطيته ومستعد للتناول من الأسرار المقدسة. في المشورة لا بنعطي حل ولا بنعطي مغفرة. يعني طبعا الروح القدس هو اللي بيقود عملية المشورة، لكن ده يختلف عن ده. لكن عملية المشورة في بعض الأحيان لازم يفصح عن بعض الخطايا اللي هو بيعملها أو بعض العادات الغلط أو بعض التصرفات الغلط اللي هي يمكن تكون سبب في مشكلة. فمن هنا هو بيقول نفس الحاجات اللي بيقولها في الأطراف ممكن يقولها في جلسة المشورة. هديلك بقى الفرق بين الاثنين. يعني هديلك مثلا أنا مثلا عندي مشكلة الغضب النرفز، ممكن في سر الاعتراف هروح وأقول لبنان أنا بتنرفز،
فابونا يقول لي غضب الإنسان لا يصنع بر الله، ولكن كل إنسان مبتئ في الغضب مبتئ في التكلم، ويديني كم مبدأ حلوين، وقول حبيبي حاول تحكم في أعصابك وهمشي وهمشي، وفعلا حصلي وهحاول وبنعمة ربنا ممكن أنتصر على هذا. إنما طب علم المشورة فادني في إيه؟ علم المشورة إن يجي بقى علم المشورة لما يجي يعرف إن أنا بتنرفز يحاول يشوف بقى ايه سبب النرفزه دي، فيلاقي ان النرفزه دي ممكن يكون ليها اسباب اخرى، لاني ما بين الفعل ورد الفعل في شخصيتي واقفه في الوسط. انا دايما بشرحها ازاي، لو مثلا 10 قاعدين في حجره ودخل واحد شتمهم العشرة دولت، هل ردود فعلهم هتختلف؟ اكيد اكيد هتختلف، ممكن واحد يتنرفز عليه. فان انا اجي اقول ان فلان نرفزني ده غلط، طب ما هو في 9 معايا في الأوضة، اشمعنى أنا اللي اتنرفزت؟ يبقى إذن ما بين ده وما بين ده في شخصيتي أنا داخلة تحليلي. فأنا لو بصيت للإنسان اللي بيشتمني ده إزاي يتجاسر ويشتمني فأنا ممكن أقوم أتنرفز عليه، إنما لو واحد تاني يبص لها بطريقة تانية إن ده إنسان ربما يكون تعبان مقهور عنده ستريس حاجة زي كده، فده ممكن يتعامل معه بطريقة تانية. فمثلا انا فاكر مره جاني واحد ومراته، وهو الاتنين بيشتكوا ان كل واحد منهم عصبي وبيتنرفز. فبعد ما قعدت اتكلم معهم وفهمت الديناميك اللي ماشي بينهم هما الاتنين، لقيت ان الزوجه مسيطره جدا، والزوجه بتستخدم السيطره النرفزه لما تزعق وتتنرفز وكده، ففعلا كان جوزها بيخاف فعمل اللي هو اللي هي عايزة. فهي كانت بالنسبة لها النرفزة دي أداة بتساعدها أنها تحكم سيطرتها وتمشي رأيها على بيتها وعلى جوزها وعلى أولادها إلى آخره. الزوج قعد فترة 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 يقبل النرفزة دي، بس النرفزة بتاعت مراته وسيطرتها، بس وصلته المرحلة في الآخر هي cannot take anymore، مش قادر احتمل، فابتدى يتنرفز فنرفزته هنا سببها اكشولي يعني ضعف شخصيته، ان هو مش عارف يعمل باوندري، مش عارف يحط حد، مش عارف يتعامل مع سيطرتها. فهنا انا بقى كواحد بتاع مشوره العلاج في الاثنين يختلف. دي العلاج بتاعها ان لازم تتخلى، يعني يبقى في مواجهه بين شخصيه مسيطره، وان النرفزه دي مش مفروض تخدم سيطرتها، وهو محتاج empowerment، محتاج تقوية، ويحتاج يشوف حاجة تانية يقوي بها شخصيته ويعرف يعمل حدود لسيطرة زوجته. فهنا العلاج مختلف. هنا بقى علم المشورة فادني برغم أنا عندي نفس العرض إن ده بيتنرفز إنما فادني إن أنا أقدر أقول إن دي نرفزته بسبب يعني ضعف شخصية، ودي نرفزته بسبب حب للسيطرة، فهنا العلاج يختلف. طبعا لو أنا كأب كاهن دارس مشورة، فأنا لما بقول له غضب الإنسان لا يصنع بر الله ولكن كل إنسان مبطئ للغضب، لكن هبتدي أحط إيدي على الـ 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 السبب الحقيقي وأقدر أساعده. طبعا في أباء مباركين وعندهم دي بالفطنة، يعني من غير دراسة من غير علم عندهم الحنكة دي، لكن العلم بيديني دي، العلم بيديني دي. وبعدين هيجي يقول طب أنا اللي بقوله لأبونا بقوله هنا، طب ما هو النرفزه الناس شايفاه، يعني هو اللي بيتنرفز زي ما هو معروف ان الانسان عصبي، ولكن في بعض الاحيان الموضوع بيبقى اصعب شويه من النرفزه، يعني بيضطر ان هو يحكي اسرار او زي ما بقول نيافتك شبه اعتراف للمشير عشان يقدر يفهم الحاله. يعني ايه المانع ان الانسان لو لنا القصاد ده هيساعدني في حل مشكلتي؟ ايه المانع ان انا يعني نخش بس في موضوع الإدمان، موضوع الإدمان، وهذا محتاج إن أنا أكشف نفسي علشان أقدر اللي قصادي يساعدني ويعالجني. فهنا بقول حاجة أكتر، يعني يمكن ناس مش عارفاها عني، لكن النهاردة مثلا هل ممكن يعني أب كاهن غير متخصص في علاج الإدمان يقدر يعالج واحد مدمن؟ أكيد لا. لا،
يعني احنا لو انا ما عنديش خبرة في موضوع الادمان هيجيني واحد هقول له حبيبي لا وده غلط وما ينفعش وحاول انك تبعد عن الاصدقاء وحاول تبعد كذا. لكن حقيقة يعني علاج الادمان ده لازم يبقى الواحد ماشي في 4 محاور من الاول. مثلا في بعض يعني حاجات للادمان سبستنس يعني لازم عليها ديتوكسيفيكيشن, يعني ينزع السم من جسمه. ده محتاج اكشن المستشفى, يعني مش محتاج واحد طعم عشورة. وبعد كده الخط الثاني محتاج سبيريتشوال دايركشن, يعني توجه روح حد يديله يعني بناء روحي عشان البناء الروحي ده يساعده في النصر. الخط الثالث محتاج كانسلنج وجروب ثيرابي, وفي حاجه الخطوات ال 12 12 ستيبس بتاعت علاج الادمان محتاج يمشي فيهم. حاجة رابعة محتاج تأهيل ريهابليتيشن عشان يرجع تاني ويقدر طبيعي. فالنهاردة يعني النهاردة مثلا يعني صفية الخدمات كانت رائدة من سنين, أسست مراكز لعلاج الإدمان هنا في مصر وتعالجت عن طريق ناس متخصصين. فما أقدرش أقول إن دي سر الاعتراف في حلها, هنا لابد يكون في ناس كونسلرز بيعالجوا بالإضافة لمشيرين, بالإضافة للناس اللي هم بتوع علم الأطباء النفسيين اللي هيعملوا ديتوكسيفيكيشن نزع السموم, بالإضافة المتخصصين. فهنا محتاج أكشلي يعني 4 يشتغلوا, واحد بيشتغل في التأهيل, واحد بيشتغل في الديتوكسيفيكيشن, واحد بيشتغل في السبريتشوال دايركشن, واحد بيشتغل في الكانسل عشان أقدر أرجع المدمن تاني إلى يعني حياته الطبيعية. طب سيدنا, هل المشيرين الموجودين في الكنائس حاليا واخدين التأهيلات دي؟ يعني هل درسوا حاجة أو يعني أهلوا لهذا الدور؟ يعني أنا يتهيألي إن في المرحلة دي اللي إحنا بنعمله بنعمل حاجة اسمها توعية مشورية. لكن في بعض ناس درسوا دراسات متخصصة وفي ناس سافروا برا وأخدوا درجات ورجعوا وبيخدموا في الكنائس, فدولت عندهم يعني دراسة تؤهلهم إن هم يقوموا بالدور المشير بكفاءة عالية. لكن يعني أغلب معاهدنا بتاعة المشورة هنا في المرحلة الحالية أقدر أقول إنها بتعمل توعية مشورية. والتعليق اللي أنا سمعته من كتير من الطلبة اللي حضر في معاهد المشورة قالوا أنا استفدت لنفسي, أنا مبسوط إن أنا دخلت علشان أنا شخصيا استفدت. لكن وبعدين اللي منهم بنجد فيه عنده كفاءة وبوتنشال يعني انه يبقى مشير بيشتغل under supervision, يعني ما بنسبهمش كده تحت مراجعة ورقابة من حد متخصص. حد متخصص وبيبقى فيه reporting تقارير وكده عشان نضمن برضو سلامة العملية المشورية تبقى ماشية سليمة. طيب بما ان العملية المشورية زي ما نيافتك بتشرح شيء مهم جداً غير سر الاعتراف, ولكن وجودها مع سر الاعتراف هيخدم الموضوع بشكل مختلف تماما. فهل في رؤية او اتجاه انه الاباء الكهنة يبقوا دارسين لهذا العلم؟ هو الحقيقة كتير من الإبرشيات بتعمل كورسات للاباء الكهنة في اجتماعات الاباء الكهنة, وانا دعوني في اكتر من إبرشية عشان ادي محاضرات للاباء الكهنة فقط في علم المشورة. في معاهد المشورة كتير من الكهنة طلبة في معهد المشورة وتخرجوا من معهد المشورة. في سيدنا البابا شنودة ربنا يناح نفسه نفعنا بركة صلواته حط معهد المشورة والإرشاد الكنسي جزء من معهد الرعاية في الكنيسة, ونيافة الأنبا موسى كمشرف على معهد الرعاية فهو مشرف أيضا على معهد المشورة والإرشاد الكنسي. وإحنا شفنا يعني طفرة حصلت في المعاهد, ودي من أكتر المعاهد اللي انتشرت على مستوى الجمهورية مصر ومن أكتر المعاهد اللي ليها إقبال, لدرجة كتير من المعاهد ما بتقدرش تستوعب كل الناس اللي بيقدموا طالبين الالتحاق بالمعهد. طيب هل المشورة الكنسية أو الإرشاد الكنسي ممكن يبقى حل في بعض مشاكل الزوجية قبل اللجوء للمجلس الكليريكي؟ طبعا يعني أنا أقولك على خبرة شخصية بس من غير ما أحكي تفاصيل. يعني إحنا عندنا يعني إحنا ككهنة أو كأسقفة
بنتدخل بس وقت الأزمة، يعني يكون في كرايسيس، واحد خانق مع مراته مش عارف يعزم أبونا يجي أبونا يروح حل المشكلة، بنسيبهم ما نقدرش نعمل المتابعة، وقتنا مشغول باستمرار، واخد بالك؟ فكان عندنا حالة في الإبرشية، حالة وصلت للطلاق، فعلا وصلت للطلاق، وتدخل أبونا وتدخلت أنا في الأول، وبعد كده سيبنا الحالة دي واحدة من خريجات معهد المشهور عندنا، وطبعا سيبناها بس بالسوبرفيجن، هي اللي بتقضي وقت، ولكن أبونا بيتابعها وأنا كنت بتابع معهم، والحقيقة استغرقت وقت طويل معه، يعني يمكن أكتر من سنتين في جلسات منتظمة، وأنا بقول لا أنا ظروفي ولا ظروف أبونا كانت هتسمح بأن احنا نعطي هذا الوقت للحالة دي. لأن لو واحد مثلا عنده مثلا 15 عيلة بيتخانقوا هيجيب منين وقت لكل أسرة، يعني يقعد معهم الوقت ده يعني. ونشكر ربنا بسبب أمانة هذه الخادمة والوقت اللي قضيته معهم أن الأسرة دي اصطلحوا وطلق، يعني اتسحب من المحاكم. قصة مثلا بقالها كام سنة دلوقتي، ونشكر ربنا وأنا بكلمك دلوقتي الأسرة دي أسرة مستقرة وناجحة في كيس. أنا دايما بقول إن لو الأسرة دي كانت علي وعلى أبونا ربما كانت انتهت بالطلاق، وأنا بقولها هو قصاد العالم كله. لكن مساعدة هذه الخادمة والوقت اللي اديته في الخدمة دي يعني ساعد كتير جدا جدا في نجاح هذه الأسرة. زي مثلا خدمة مدارس الأحد، افتكر لو انت ما عندناش مدارس أحد كنا احنا ككهنة وكليروس نقدر نخدم كل شعبنا؟ أكيد لا. كنا نقدر نخدم كل الأولاد دي اللي بيخدموا خدمة خدام مدارس الأحد؟ قطاع الخدام والمكرسين اللي بيخدم خدمة رائعة جدا جدا، ولاد وفتيان وشباب وحالات خاصة، كهنة يقدروا يعملوا كل ده؟ استحالة. فوجود خدام متخصصين في الإرشاد والمشاكل الزوجية ده يعني لو احنا فعلا عايزين الأسرة تنجح وعايزين نقلل حالات الطلاق لابد ان احنا نكتر من خدام المشهور، لان هيدوا وقت وهيدوا خبرة وهيدوا علم. وانا مثلا بدل ما هقضي مع الأسرة دي مثلا 5 ساعات كل اسبوع، انا بقضي مع الخادم ده ربع ساعة او نص ساعة في الاسبوع، بدي له رأيي في الحالة دي وهو بينفذ اللي أنا بقوله عليه بناء على دراسة هو درسها، بناء على دراسة هو درسها، فبيوفر لي وقت وده بيساعد في نجاح الأسرة دي. يعني كل الأباء اللي شافوا قد إيه خدام المشهور ساعدوا في الحفاظ على الأسر ومنع الطلاق، أكشن هم النهاردة اللي بيطلبوا بيقولوا يا ريت يعملوا لنا خدام مشهور، يا ريت معاهد مشهورة تزيد، يا ريت يبقى احنا عندنا خدام يخدموا في المجال ده بتاع المشاكل الأسرية. يعني يمكن موضوع جديد على ناس كتيرة، ولكن حابين نفتحه مع نيافتك، لأن نيافتك من رواد هذا المجال في الكنيسة الأرثوذكسية، وفعلا بدأ ينتشر هذا المكاتب بتاعت علم المشهورة والإرشاد الكنسي، فكنا عايزين نفهم من نيافتك لعل الصورة تكون وضحت. لكن دي وقتنا مضطرين إن احنا ننهي هذا اللقاء، مشتاقين جدا ان احنا نكمل معرفة الهجرة، ويمكن يفتك تغير رأيك وتاخدنا معاك زي ما قلنا. اهلا وسهلا، اهلا بيك سيدنا، واخدنا بركة من يفتك. شكرا ليك نيافة الأنبا يوسف أسقف جنوبي امريكا. شكرا ليك سيدنا. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا ليكم اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقة مع نيافة الأنبا يوسف، عرفنا كتير عن الهجرة، كل واحد يفكر كويس جدا قبل ما ياخد قراره. يمكن سيدنا قال لنا شوية معايير لازم نبقى حاسمينها قبل ما ناخد القرار. عرفنا مكاتب المشورة والإرشاد الكنسي اللي بدأت تتواجد في الكنائس دورها إيه وإيه أهميتها وإيه أهدافها. دي كانت حلقة من نبض الكنيسة، وعلى لقاء الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من نبض الكنيسة.